يروح يقعد في مكان مثلا هذا القبيل أو شجرة أو احتفالات في هذه الأيام. نسأله سؤال بسيط مع احترامنا لمشاعرك ورأيك، أنت تدري هذا شنو الموضوع؟ شنو موضوع اليوم؟ ما هو الموضوع أصلا؟ وشنو منشأ هذا؟ ثم إذا علمت أنت شنو علاقتك بالموضوع؟ ما علاقتك أنت؟ ما الذي يربطك بهذا العيد؟ أكو جذر معين يربطك بذلك العيد؟ ثالثا تقول والله احنا نريد نحتفل بنبينا عيسى عليه السلام، احنا مو نعترف به. اذا تريد تحتفل بعيسى عليه السلام وتحترمه، احترمه في عيد ميلاده، احترمه بما يليق به لا بما يليق باعدائه الوثنيين. اجي احتفل بميلاد رجل بهذا المستوى من الطهارة بهذا الشكل اللي تشوفوه، هل هذا منسجم؟ كل هذه أسئلة لا أظن أن أحدا يستطيع الإجابة عنها. حديثنا مع المسلم، مع المسلم ومع الشيعي بالأخص، هذه أسئلة أجبني عنها مع احترامي لك ولرأيك، أجبني عن هذه الأسئلة.